معانا دلوقتي على التليفون المهندس احمد علي، وكيل وزاره الاسكان بمحافظه مطروح والمشرف العام على اعمال التطوير. اولا بحيي حضرتك جدا على عمليه التطوير دي، ويعني اكيد بتوجه بالشكر انه في اهتمام بالمكان ده، لاننا اتكلمنا في النقطه دي قبل كده اكتر من مره لعظمه هذا المكان على المستوى الثقافي والسياحي والفني، وقد ايه انه ممكن يكون تسويقي وترويجي سياحيا لمصر. فانه مش بس الاهتمام بالمكان اللي فيه الصخره هو اللي بيتم الان، لا ده كمان اهتمام بالفنانة الكبيرة ليلى مراد اللي أعطت هذا المكان هذه الروح الجميلة. بحيي حضرتك أستاذ أحمد وأهلا بيك معنا. عايزة بقى يعني بعض التفاصيل عن التطوير. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا أهلا بيك، بيك وأهلا وسهلا مشاهدين. أهلا بيك. هو عمل التطوير في المنطقة بتاعة حمام كليوباترا وشاطئ الغرام، طبعا يعني في غرب مطروح. طبعا الموقعين كانوا مهملين جدا السنين اللي فاتت على الرغم صح. من اهميتهم، يعني فعلا شاطئ الغرام كمكان ليه قيمه فنيه و منزله ثقافيه. ومكانه كبيره يعني عند الجماهير، جماهير ليلى مراد والفن. طبعا الفن عموما، يعني الفن الراقي عموما، يعني صحيح. وارتباطه طبعا بالفيلم الجميل طبعا اللي هو شاطئ الغرام، والاغنيه الشهيره بتاعت الفنان ليلى مراد كل الناس بتحبها، ومطروح اتشهرت بالفيلم ده يعني. وبالنسبه لحمام كليوباترا طبعا ده مزار تاريخي عظيم جدا، كان برضو ما كانش مجهز بما يليق بالمكانه التاريخيه بتاعته ومكانه يعني شخصيه زي ملكه مصر يعني. ف يعني السيد المحافظ اللي هو اركان حرب مصر العربي كلفنا كمديريه الاسكان ان احنا نتولى عمليه تطوير المواقع المهمه في مدينه مرسى مطروح، وكان من ضمنها الموقعين دول. تم طبعا تطوير بخصوص حمام كليوباترا، اتعمل ممشى جديد خرساني بميول مناسبه علشان الناس تقدر توصل لغايه مكان الصخره، وطبعا كان بيقابلنا مشكله ان المنطقه الشاطئيه كان فيها صخور كتير وكانت تسبب انزلاق الناس، ما حدش كان بيقدر ان هو يدخل جوه حمام كليوباترا ويقدر يعني يستمتع بالمكان او يعني ياخد تذكارات او الكلام. فمع الوزير الامر ان احنا نعمل كسر زجاجي علشان يسهل كل الناس لغايه جوه منطقه الحمام. طبعا الحمام ده يعني اتعمل بشكل جميل جدا وساب اثر رائع عند كل الزوار، يعني كل الناس بتروح تشوفه تبقى منبهره جدا بيه. وطبعا المكان كله اتجهز بمناطق الكافيتريات والمطاعم والخدمات علشان محدش يعني يبقى مفتقد اي خدمه اثناء زيارته للموقع. والله دي اخبار حلوه جدا للي راح المكان ده وقت ما كان مهمل، فانه يسمع انه التطور ده حصل في المكان، مكان شاطئ الغرام والصخره اللي ليها قيمه عندنا كلنا يعني لمحبين الفن الراقي زي ما حضرتك قلت، يعني باكد طبعا على النقطه دي. اكيد طبعا تبقى اخبار حلوه جدا. ازاي استفدتوا من المواهب من الفنانين اللي موجودين في عمليه التطوير اللي احنا شايفينها دي؟ بيتقدمها تمثال ليلى مراد، مين صاحب التمثال يا فندم؟ هو الدكتور عبد الرحمن احد اساتذه الفنون التشكيليه. الحقيقه هو لما اطرح فكره ان احنا هنعمل مسرح في الشاطئ هناك ويكون مرتبط ارتباط بصري مع صخره ليلى مراد، المكان اللي هي غنت فيه الاغنيه الشهيره بتاعتها، ف لما تم اقتراح ان احنا يبقى في تمثال فاستعنا بيه. والحقيقه هو تبرع باتعابه كلها يعني علشان خاطر القيمه الفنيه لشخصيه ليلى مراد والمكان نفسه يعني. وهو طبعا هو حاليا التمثال طبعا مازال تحت الـ يعني الـ العمل الـ العمل والموقع كله لسه، المكان بتاع التمثال بيتجهز لان لسه في جزء كمان في ليه استكمال علشان خاطر يحصل يعني تناسق بين النسب
بين حجم التمثال والخلفيات بتاعته وارتباطه بالمسرح والصخرة. يعني لسه في شغل في المكان، إن شاء الله لما يخلص هيبقى كله يعني مظهره جميل جدا. هو تمثال البرونز طبعا، و يعني مش تمثال شمعي مثلا او حجري، هو تمثال البرونز، فالبرونز بيبقى لونه كده. المكان مرشح يا فندم للمهرجانات، لإقامة الحفلات، يعني واضح من الصور انه المسرح كبير، المساحة واسعة، بيتسع لعدد كبير. ازاي هيتم استثمار التطوير اللي احنا شايفينه ده فنيا وثقافيا كمان؟ هو طبعا يعني ان شاء الله يعني بالتعاون مع كل الاجهزه، يعني اجهزه الدوله وكل الاجهزه التنفيذيه في المحافظه، هيتم يعني استثمار المكان سياحيا وثقافيا، وان شاء الله هيتم عليه عروض فنيه. وطبعا هي برضه المستهدف ان الارتقاء بالذوق العام، يعني لما نقول احنا ده مسرح ليلى مراد، لما نسميه مسرح ليلى مراد ده مقصود ان هو بنرتقي بالذوق العام، نوع الموسيقى نفسها، نوع الفنون اللي هتكون بتستعرض على المسرح. يعني هيكون فيه برضو اهتمام بالنوعية الفن اللي بيقدم، علشان برضو في قيمة هنا في المكان، يعني تكون ليها هدف مش معمولة يعني. كل التوفيق في عملية التنفيذ اللي بتتم الآن في شاطئ الغرام. شكرا جزيلا للمهندس أحمد علي، وكيل وزارة الإسكان في محافظة مطروح والمشرف العام على أعمال التطوير. حاجة هايلة بصراحة أن أماكن زي دي مهمة تاريخيا قبل أي حاجة بيتم النظر لها بهذه الطريقة، بطريقة التفعيل لها على كافة بقى الأصعدة، فن، ثقافة، سياحة، اقتصاد، كل ده بينتج إذا ما تم فعلا تطوير واحدة من المناطق المهمة عندنا في أي محافظة، والنظر لها بصورة أخرى مختلفة، بأنه ممكن أن احنا نخرج منها بنتائج إيجابية، وده بس لأننا افتكرنا أن عندنا حاجة كويسة جدا لا يمتلكها إلا مصر على المستوى الفني والثقافي والسياحي. ولسه طبعا في أماكن أكيد كتير هتشهد نفس عملية التطوير اللي بيشهدها شاطئ الغرام. خبر طبعا سعيد لأهالي مطروح أكيد، ولكل أيضا محبي مطروح وزائرين مطروح.